السلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. غتكون حلقه ختاميه لهذه المسرحيه هذه اللي طولت. هي صراحه ما غتكونش ختاميه نهائيه لانه مازال حلقه طويله ومازال النظام العسكري الجزائري مازال غيستغل هذا الحدث الرياضي لاطول مده ممكن. السرحه ديال الكاميرون غادي تعاود في الجزائر هي غادي تعاود في الجزائر، وحنا من خلال مواكبتنا لهذا التحبيط هذا وهذا الابتزاز اللي كنديروا لهم غادي نستمروا معهم في التغطية الإعلامية التحبيطية بامتياز. واحد التحية دحميسية على كل البركانيين وعلى كل المغاربة، ومليون ونصف مليون مبروك للجماهير المغربية بدون استثناء. هذا الفوز الأكثر من رائع، الفوز الساحق الماحق بنتيجة عريضة سواء إيابا وذهابا، 3-0 في الجزائر و 3-0 في المغرب، والمجموع ديال المباراتين هو 6-0 يعني 6-0. فوز ساحق ماحق لبركان في المباراتين امام الكراغله. الجراروه اللي كنذكروا بالمناسبه اليوم سجلوا انسحاب اخر من غير داكشي ديال كره القدم وكره اليد، سجلوا الانسحاب ديالهم في البطوله الافريقيه المقامه في مراكش في هذا الشهر هذا، بطوله الجيمباز. يعني ما كان غير الانسحابات يا جدك، وحنا فرحانين بهذه سياسه الكبرانات الجديده ديال الانسحابات. هي ماشي جديده، زعما كانوا كينسحبوا ولكن غير على المستوى الاقتصادي والسياسي، ولكن المستوى الرياضي الانسحاب فيه بطعم رائع جدا. مليون ونصف مليون مبروك مرة أخرى للجماهير المغربية، والموش طاب النادي الجزائري اللي غادر مباشرة من بعد إعلان فريق نهضة بركان الفائز ب 3-0 في المباراة ديال الإياب أيضا، مشى للحافلة ومشى بحالو المطار مباشرة. من الامور اللي عجبتني في المباراة الاغاني ديال الصحراء المغربية، العيون عينية فوسخو بها الملعب، باش حتى الا قالوا نحيدوا النيف ونباطحوا ونلعبوا واخا الخريطة كاينة يسمعوا الاغاني ديال العيون عينية ويمشيوا بحالهم. ما نساوش ايضا تيفو الاكثر من رائع اللي دارته الجماهير البركانية اللي كنحييه على التواجد الغفير ديالها. المباراة عرفات البيع ديال التذاكر كاملة، وكنأكد انه الجمعيات ديال الجماهير ديال نهضة بركان ممكن انها تدعي او ترفع دعوة على الاتحاد الجزائري لانه حرمها من مشاهدة مباراة اقتناء التذاكر ديالو. يعني الجزائر خاصها تعوض حتى التذاكر ديال الجماهير، غتعوضوا التذاكر والمستشارين وكاع المصاريف وكاع داكشي ديال العقوبات المالية اللي غتطبق عليك. تيفو مع الاسف شفناه غير في الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي، لان الجزيرة قناة ديال بين سبور القطرية ما نشرتش اللقطة، نشرت جزء من اللقطه في الاخر فاش كيحيدوا التيفو. واش مقصوده ولا ماشي مقصوده، انا بحكم معرفتي الكبيره بقناه الجزيره وقطر وبين سبور هي مقصوده، لان التيفو في اي مباراه كيف ما كانت واخا يكون فيه الخريطه ولا ماشي خريطه، تيفو تيكون واحد اللقطه رائعه في الملعب وخاصو يتصور وخاصو يتنشر. المهم الصحفيين المغاربه نشروا، ايضا مواقع التواصل الاجتماعي نشروا. الصحراء مغربية وستبقى مغربية. ومن بين الأسئلة اللي تسألت وأنا كنشوف هذا الفوز الساحق الماحق بالسلزيرو على النادي الجزائري، علاش الصحفيين الجزائريين اللي مصدعيننا في مواقع التواصل الاجتماعي، علاش هاد الصحفيين أو السخافيين بين قوسين، علاش ما جاوش مع الفريق الجزائري؟ واش خايفين؟ خايفين من المغاربة؟ كديروا راسكم سبوعة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات التلفزية ديالكم وحتى واحد ما تجرأ أنه يجي المغرب. يعني باين العربون، يعني حتى في حالة أنكم إلا ما تعاقبتوش كاع نقولوا حنايا نفرضوا جدلا أنكم ما تعاقبتوش، يعني ما غاديش تجيبوا الصحفيين ديالكم لتغطية كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم يجدك 2030. المهم نهضة بركان يتأهل، نهضة بركان لعب مع والو وربح والو 3-0 في الجزائر، وربح أيضا والو في بركان 3-0، وتأهلنا وغنمشيو نلعبوا المباراة النهائية أمام الفريق المصري الزمالك. ولكن شوفوا معايا، راه نهضة بركان راه تعذب واحد العذاب كبير باش يتأهل مع الفريق ديال ليبيا في المباراة ديال الربع. شوفوا دابا شحال زوينة تلعب مع فريق جزائري ما كيحملش الخريطة ديالك ويتقصى ويتعاقب من الفوق ويدير لك الإشهار وتربحوا بالسلزير. واه عرفتي إحساس رائع، واخا نعرف بأنه الفريق والجماهير ديال نهضة بركان كانوا بغاو يربحوا الفريق الجزائري في الملعب بالكرة ويعلموهم الكرة. كنتمنوا من هذه سياسة الانسحابات السامر، وكنتمنوا من كاع الفرق المغربية يديروا الخريطة كاملة. الانسحابات في الجزائر دابا غير طلعوا في المستوى ديال الانسحاب، أما الانسحابات كانوا دائما بدون خريطة. نعطيكم مثال، رابح ماجر وبزاف اللعابة قدام ديال الجزائر
كان الكاف كيعيط ليهم باش يحضروا الحفل ديال الجوائز وما كانوش كيمشيو. وديك الساعه ما كانت لا خريطه مغربيه لا حتى شي حاجه، ومع ذلك ما كانوش كيجيو. يعني هذه القضيه ديال الخريطه المغربيه هي سبه كيف ما قلت لكم شحال هذه للنظام الجزائري العسكري باش ما يشاركش في البطوله الافريقيه ديال المنتخبات الاولى ديال المغرب 2025. بين سبور ايضا ما فهمناش كيفاش وعلاش كنتفرجوا كنشوفوا شنو واقع. شديت القناه ديالهم لقيتهم تيهضروا غير على الرياضه، مانعينهم انهم يهضروا على سبب الغاء المباراه. يعني بين سبور كتجمل الصوره ديال الجزائر امام العالم العربي. دابا كون كانوا شي فرق افريقيه دايرين هذه المشكله السياسيه، مثلا فريق افريقي ما سمحش لفريق اخر انه يدخل الخريطه ديال بلاده، كانت البين سبور مثلا ما غتذكرش هذا الموضوع، ما كانتش غتناقش هذا الموضوع، كانوا غادي يناقشوه ويبقاو يهضروا فيه ويعاودوا يهضروا فيه. فانا ما فهمتش علاش ما هضرتوش فيه. الا كانت بركان غلطه قولوا بركان ما عندهاش الحق، الا كانت الجزائر غلطه قولوا الجزائر ما عندهاش الحق. ولكن باش دير التعتيم بالطريقه هذه وما تبينش للناس السبب الحقيقي ديال عدم اجراء المباراه، وتكتفي والضيوف ديالك تامرهم انهم ما يهضروش على حتى شي حاجه او على اي سبب ديال الغاء المباراه، تيهضروا بحال المباراه راه غتلعب. وحتى بعد اعلان عدم اجراء المباراه ما ناقشوش الموضوع وما هضروش فيه. وهذه القضيه نوعا ما مفهوماش، وهي في صالح الجزائر اكثر ما هي في صالح المغرب، لان حنا كنا بغينا نضربوا لهم الطرب مزيان خاصه على المستوى العربي. بالمناسبه جرار وراه باقي كاين امل، باقي الماتش يتعاود، ما تخافوش كونوا هانيين. شوف الحكم في المباراه ديال اليوم ما دخلش لارضيه الملعب، كيف ما نتوما ما دخلش عندكم يعني راه القضيه تقدر تكون مربوحه، فهمتوا؟ دابا كل حكم دخل على ان اتحاد العاصمه خاسره راك نتوما غادي تكونوا خاسرين زعما، ولكن الحكم ما دخلش. يعني كاين باقي واحد البسيط ديال الامل، وليد صادي راه باقي مخيم تما في سويسرا، كونوا هانيين الماتش يتعاود، هي الماتش يتعاود. والمهم الموش الطابح تلقى على البحر، وبغيناكم تحافظوا على هذه السياسه الاكثر من رائعه والجميله. تصور معايا لعبتي نصف النهائي مع فريق والو اللي هو الاتحاد ديال العاصمه اللي ما دخلش الملعب، وربحتيهم ب 3-0 و 3-0 وتاهلتي للنهائي ومرتاح بدنيا. كنتمنى من فريق نهضه بركان انه ينسى هادشي ويركز في المباراه ديال النهائي. حنا راه بغينا مازال نفقصوا الجرارو، الا دينا الكاس راه الفقصه اللي غتكون عندهم راه دوبل روشارج. بلا ما نطول عليكم، حلقه اليوم غيكونوا فيها بزاف ديال المواضيع اللي غيكونوا عندهم علاقه دائما بالتخربيق هادي ديال تسييس الرياضه اللي كديروا الجزائر. نبداو باول مهزله جزائريه، هو الخبر اللي نشراته اكبر جريده مقربه من النظام العسكري في الجزائر، جريده الخبر. وبطبيعه الحال بزاف المنابر اخرى اعلاميه، ولكن ركزوا على جريده الخبر لان اقرب جريده للنظام هي النهار والشروق. قال لك سيادي غنعاود لكم بحال الخبيره، لانه خبر ميمكنش شي واحد يتوقع انه تقدر ديروا شي هيئه كرويه في الجزائر ولا في العالم ولا حتى في المريخ. قال لك وليد صادي الفاشل رئيس الاتحاديه الجزائريه، قال لك ملي مشحت الملف ديالو ديال الطعن او ديال الاستئناف محكمه سطاز او محكمه التحكيم الدوليه، قال لك طلب منهم انهم يفرضوا على الكاف انها تاجل مباراه النهائي ديال الكونفدراليه الافريقيه، زعما هذيك اللعبه ديال الثقه في النفس، زعما هما راه صافي راه تاهلوا ومشاو للنهائي وغيلعبوا النهائي وباش ما يضيعش لهم النهائي. طلبوا من طاس ان تفرض على الكاف انهم ياجلوا التاريخ ديال المباراه النهائيه. صراحه قمه الوقاحه وقمه السفاهه وقمه الغابه. دابا انت مازال ما قدمتيش حتى الطعن ديالك وبغيتي ان الكاف تاجل لك المباراه النهائيه باش انت تلعبها وغير قانونيا، واش شرحوا لك بان هذه القضيه ديال ما كديرش راه ما يمكنش طاس دير شي خطوه حتى تحكم بعيني على واش هذيك القضيه ديالكم اصلا قضيه حقانيه ولا ماشي حقانيه. دابا تصور معايا ايها الكرغولي، تصور معايا الطاس هبيل اكثر منكم نتوما، اكثر من الاتحاديه الجزائريه واكثر من الجزائر، ومشات كتجري واجلات المباراه النهائيه، ولكن في الاخر لقات الملف ديالكم ضعيف وغير قانوني ورفضاته. وشنو دير ديك الساعه مع الكاف؟ وشنو دير مع المستشارين؟ وشنو دير مع بزاف د الحوايج؟ اش هاد الغباء اصاحبي؟ واش لهاد الدرجه عندكم الثقه في النفس انكم غتربحوا نهضه بركان في الطاس؟ وبالمناسبه الكراغيله راه الا مشيتوا للطاس راه ماشي ضد نهضه بركان، لان نهضه بركان في هذا الفيلم كامل ما عليها والو، نهضه بركان عند القميص مصادق عليه من طرف الكاف. يعني المعركه ديالكم راه ماشي مع المغرب، الا مشيتوا للطاس المعركه ديالكم غتكون متركزه فقط
مع الكاف، الكاف اللي صادقت على القميص والكاف اللي دايره القوانين ديالها وكتطبق القوانين ديالها. يعني نهضه بركان بعيده على هاد المسرحيات ديالكم، ولكن راه غير بالعقل، راه ما يمكنش تطلبوا من الطاس ان تدخل باش تاجل المباراه النهائيه ديال الكاف. دابا الجرار هو مساكن مع التفكير ديالهم بسيط جدا، كيتحاوم زعما الطاس راه هي اللي كتحكم في الفيفا وهي اللي كتحكم في الكاف، هي ما كتحكم في حتى شي واحد، هي كتشوف واش القانون ديال الكاف كيتطبق ولا ما كيتطبقش. الا ما تطبقش كتهبط على الكاف وتقدر تعاقبها وتقدر تصلح الامور. الا شافت الكاف مطبقه اللوائح حرفيا كيف ما هما في القانون، ما كدير والو، كتقول لكم الله يعاونكم وسيروا تهلاو. المهم حسب الاخبار قال لك رئيسه طاس ديال المحكمه التحكيم الدولي رفضت هذاك الطلب ديال تاخير المباراه النهائيه ديال الكاس الافريقيه، وقالت لهم الطاس ما يمكنش تلزم الكاف بهذه الامور هذه لانها ما دخلاش في المجال ديالها. وقالت لهم بالخشيبات ما يمكنش نتوما حيت عطيتونا ملف حنا نمشيو نتاخذوا واحد الاجراء قانوني ونأجلوا المباراه وحنا مازال ما درسناش الملف. صراحه غباؤهم يدرس والله يحتسب الاجر اننا مجاورينهم شحال هذه وصابرين على هذا الغباء ديالهم. وباش ضحكوني المنابر الجزائريه واخا كتعطيو امل بوصبع، باش السرحه تكون مزيانه وناجحه خاص ضروري تعطي الامل بوصبع. قالوا لي راه رئيسه الطاس قالت للفاف، قالت لهم بانه في حاله الفوز في هذه القضيه هذه ستلغى النتائج ديال نصف النهائي وحتى النهائي وغيتعاود الماتش. المهم هما دائما عزيز عليهم هذه المقوله ديال يتعاود الماتش برك برك، غير هذه المره مازال ما سمعناش المشاكره وعوفيه مازال ما دخلوش على الخط باش تزيان الفراجه. المهم راه قالت لهم رئيسه الطاس كل شيء مضمون وراه غيتعاود الماتش وغيتعاود نصف النهائي وغيتعاود النهائي. ما فراسهمش بانه راه هادشي ما كيتعاودش، راه ملي كيتلعب المباراه ما كتعاودش. واخا يكون عندكم الحق كيديروا اجراءات تاديبيه، يلغيو شي حاجه، يلغيو شي قرار، ولكن باش نعاودوا الماتش ونجيبوا الجمهور ونعاودوا نجيبوا المستشارين ونعاودوا البطوله داكشي ما كاينش. المهم انا تنقولها لكم ما بصبح بقيتي فيا ديك المره سرحوك لاطول مده ممكنه بداكشي ديال الكاميرون، وفي الاخر ما ديتي والو، ديتي غير الشعر. ودابا شوف حماق الناس دابا هما غيمشيو يدعيو نهضه بركان والكاف، علاش؟ لانها ما طبقاتش واحد القانون بعيد كاين في الفيفا، يعني قانون في الفيفا، وهذاك القانون في الفيفا اللي كيهضر على الخرائط وعلى الشعارات وداك الشيء كاتبين بانه كاين واحد البند بان هذا القانون لا يطبق على الكونفدراليات ولا البطولات المقامه من طرف هذه الهيئات الكرويه. يعني هيئه كرويه كالكاف عندها القوانين ديالها، ما يمكنش الفيفا ان تفرض عليها هذو اللوائح ديالها اللي هي دايره. دابا هما غيمشيو للطاس باش يدعيو الكاف لان ما طبقاتش واحد القانون كاين في الفيفا، ما كاينش في لوائح الكاف والكاف ما دارتوش، وفهم السطا. ولكن عجبتني الجراه ديالهم ديال انهم مشاو عند الرئيسه ديال الطاس وقالوا لها اجلي المباريات، حنا اللي غنعاودوا الماتش وحنا اللي غنلعبوا. صراحه غباؤكم يدرس. واحد شويه دابا قبل دقائق الموقع الالكتروني المغرب انتيليجونس اللي معروف بانه مخترق من طرف المخابرات الجزائريه وكيسربوا فيه بزاف ديال الاخبار من الاجنحه، جناح ضد الجناح الاخر كيسرب شي خبر مضاد للجناح الاخر، سربوا واحد الخبر اليوم كاتبين لي حصري وهضروا على واحد الموضوع مهم جدا. شخصيا حنا في هذه القناه كنا الاوائل اللي تكلمنا على هذا الموضوع، وهو قال لك كاينين تقارير جزائريه امنيه داخليه قال لك لا تبشروا بالخير في هذه القضيه ديال اتحاد العاصمه وخاصه الجماهير ديال، قال لك الجماهير ديالهم يقدر يديروا شي مشكله امنيه كبيره من بعد ما تطبق العقوبات ديال الكاف. المثير للاهتمام هو انه هذا الخبر تحط 5 دقائق من بعدها تمسح من الموقع. دابا الا دخلتوا الرابط ديال الموقع اللي غتلقاوه في جوجل مثلا كتدخلوا ليه، ولكن كيقول لك بان المقال غير موجود، يعني تمسح مباشره بعد نشره. وهنا غتفهموا بانه صراع الاجنحه في الجزائر حتى على المستوى الرياضي مازال مستمر، واي حاجه الجناح المضاد لعم جيت كذبون كيبغي يستغلها باش يطيحوا. هذا النوع من الاخبار كفيل انه يفيق الحمق بضرب الحجر. يعني انت ملي كتقول في المقال ديالك بانه الجماهير الجزائريه التي تقدر بتقريبا 15 مليون مشجع شغوف بكره القدم يقدروا يتحولوا من بعد المناهضة ضد النظام العسكري او ضد الحكم العسكري فقط لان الفريق ديالو تم التضحيه به، وبزاف ديال الجماهير ديال اتحاد العاصمه تيقولوا بانه النظام خسر اتحاد العاصمه باش يربح مولوديه الجزائر اللي هو الغريم ديالو واللي كيعتبروا بانه مقرب للدوله الجزائريه اكثر من اتحاد العاصمه.
هذا المقال هذا قال لهم عندكم من غضب هذه الجماهير هذو، خاصة الجماهير ديال الأندية الأخرى اللي تاهي ممكن تعاقب المنتخبات الجزائرية لسنتين متتاليتين من المشاركات في المسابقات الإفريقية. لحد الآن قال لك ما كاينش شي تطورات خطيرة من غير داك الشغب اللي كان في المباراة الأخيرة ديال اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، ولكن حيت دابا راه مازال كاين غير الخسارة ب3-0، يعني مازال ما طاحوش العقوبات اللي غتكون عقوبات قاسية على الاتحادية الجزائرية وعلى الأندية كاملين، بحكم أنهم الأندية الجزائرية تضامنوا مع الاتحاد ديال العاصمة، يعني شجعوه على داكشي اللي دار اللي هو غير رياضي وهو تسييس الرياضة. هاد النوع من الأخبار واخا كيتمسح من المقال يقدر يرجعوه يقدر ما يرجعوش الله أعلم، ولكن صافي راه الرسالة وصلت. مثلا أنا غنتكلم عليه في هاد القناة، بزاف القنوات الجزائرية غيتكلموا عليه، الصفحات الحسابات، يعني غادي يوصل الجماهير ديال اتحاد العاصمة، غادي يعرفوا بانهم يقدروا يديروا شي حاجه باش يضغطوا على النظام العسكري. وانا من بعد هذا الخبر هذا غنتكلم على واحد الموضوع كيدل على التخوف الكبير ديال النظام العسكري في الجزائر من ردة فعل الجماهير ديال اتحاد العاصمه والجماهير ديال الانديه الاخرى اللي تعاقبوا من طرف الكاف. وشوف فين كانوا، هما قال لك بغينا ندعموا البوليزاريو، هما دابا في تهديد الامن القومي ديال الجزائر. قبل ما يرفضوا الاستئنافات ديال الفاف وقبل ما يطيح القرار ديال احتساب نتيجة 3-0 في المباراة ديال الجزائر، كانت الأمور مزيانة، كانوا مشحونين وفرحانين وكيتضامنوا مع اتحاد العاصمة، غير نزلوا العقوبات أو نزلات النتيجة أو إقرار النتيجة ديال 3-0، صافي الجماهير ديال اتحاد العاصمة كلهم خرجوا تيهاجموا النظام العسكري أنه سيس الرياضة، ولاو تيشكوا في بزاف الأمور، تيقولوا بأنهم بغاو يهرسوا اتحاد العاصمة باش يخلوا مولودية الجزائر هي أقوى فريق في الجزائر، وبحكم انها مقربه من النظام، وصراحه مقربه بزاف من النظام بحكم انهم هما اللي كانوا يلعبوا ضد البوليزار. وشوف الدنيا كيفاش دوار، بغاو يطلعوا على المغرب ويمنعوا الخريطه ويديروه بالتربح، هما دابا باغيين يفكوها دابا غير باقل الاضرار، اقل العقوبات وما تنوضش الفوضى في الجزائر. عرفتي الاتحاد العاصمه والجماهير ديالو والجماهير ديال الانديه الاخرى الى تعاقبوا بالمنع ديال سنتين، الامور ما تخرجش لك طريفه عبد المجيد كذبوا. اول جناح الثاني داكشي اللي حضرتك منه هو تيوقع، اول جناح الثاني كيستغل هاد النقطه الضعف ديالك باش يضغط عليك. مباشره من بعد تسريب هذا الخبر ديال انه الجماهير ديال اتحاد العاصمه غترونها في الجزائر وغتخرج ضد المراديه، خرج النظام العسكري الجزائري كيبرد فيهم. كيفاش كيبرد فيهم؟ مشى فتح لهم واحد القضيه قديمه ديال المحتجزين ديال الفريق اللي مشدودين في الشغب ولا في اعمال الشغب من بعد المباريات ولا داخل الملعب، كلهم قال لك راه داروا لهم واحد المحامي وقال لك راه الامور قريبه تحسم باش يطلقوا الصراحه ديالهم. وهنا بهذه الخطوه اللي كيديرها النظام الجزائري العسكري اللي كيروج لهذه القضيه هذه، هو بطبيعه الحال كيدير التمويه، يعني كيحاول يبعدهم من التركيز على العقوبات ديال الكاف اللي نازله على الفرقه ديالهم وكيفاش ضحاوا باتحاد العاصمه ككبش فداء، ولكن في نفس الوقت تيحاولوا يبردوهم، تيحاولوا يقولوا لهم احنا غنخرجوا لكم الانصار ديالكم اللي كنا شادينهم في الحراج وكنا كنسخسخوهم، احنا غنخرجوهم باش نتوما تضربوا الطم وتدوزوا هذه القضيه هذه بسلام. فجاه اليوم في الصباح خرج واحد المحامي جزائري ومشى لعند دوك الناس في الحراج اللي هما العدد ديالهم 11 واحد مشهورين من بين الالتراس ديال اتحاد العاصمه، وقال لهم شوفوا كونوا هانيين غادي نترافع عليكم رسميا وانا غنتفوض بالاسم ديالكم وغادي نخرجكم من هذا الحراش هذا وغادي نعطيكم ان شاء الله البراءه. وسبحان الله العظيم مباشره تمت برمجه المحاكمه يوم الخميس المقبل، وقال لهم كونوا هانين كاملين غتنعسوا عند ديوركم من بعد المحاكمه مباشره، يعني عنده تطمينات من طرف النظام، والنظام اصلا هو اللي صيفطو باش يقول لهم بانه راه غادي نخرجوهم لكم نهار الخميس كعربون محبه، راكم عارفين نخرجوا لكم هاد 11 باش نتوما ما ديروش لنا الفوضى وما تخرجوش الشوارع وما ديروش داك الهتافات ضد النظام العسكري وسياسه الرياضه، راه حنا ولينا مبهدلين، بدلونا البراكنه وما تبدلوناش نتوما داخل الجزائر. دابا المشكله هو انه كذبون منين دار هاد الخطوه هادي باش يكالميهم شويه، راه كيدير اكبر غلط في العمر ديالو، يعني راه بهاد الطريقه هادي انت كتبين لهم بانك في موقف الضعف وهما في موقف القوه، يعني كتبين لهم بانه مجرد تلويح بالتظاهر او الخروج او الغضب كيخلي النظام العسكري يدير تنازلات بسرعه البرق. اوه دغيا درتو لهم محامي وانتوما كنتو ناعسين عليهم من شحال هادي، وبالزربه درتو لهم المحاكمه على الخميس ومن الفوق كتقولوا لهم راه غتخرجوا براءه كاملين.
راه نخاف عليك عكدبون، وخاف عليك عشان نقري حال هادشي كامل يتفهم غلط ولا يتفهم صح كيف ما تيقولوا، يفهموا على انه ما حدهم غيزيدوا الضغط عليكم، ما حدهم غياخدوا تنازلات اخرى. يعني غدا بعد غدا يخرجوا واحد 3000 للشارع وتوليو شنو، توليو تشرو لهم السبرديلات. المهم هادو هما دعاوى الشرفه في المغرب، اللي كيقرب من جيتهم كيتبلبل. ها انتم بغيتوا تبلبلونا، صدقتونا في عيننا وديرينا الاشهار ومؤهليننا للنهائي فابور وبدون مجهود والاشهار من الفوق ديال اتاي التحميس، فضحتوا راسكم في النزاع المفتعل ديال الصحراء الغربيه المغربيه، وفي الاخر انتم دابا وحلتوا مع انصار اتحاد العاصم مشاكل. صح، شوف انا نظن باللي نجم راجعوا نفسنا. شفت انا على بالك، انا عارف اللي يعني مفروض الاتحاد في حقها والمسؤولين تاع خاصه المسؤول تاع الاتحاد المغربي دار عمليه، يعني طبعا دارها تسنينا كوا داخل في الكاف في الكوميسيون، بدلوا القوانين والغلطه اللي ما علموش المشاركين الاخرين يعني لي زوتري زيكيب، فهمت؟ هو المفروض لما داروا هذا بون. المهم رانا في يعني ما بعاد على الرياضه وعلى بعاد على كره القدم، يعني هنا يعني واحد يتاسف يعني لما احنا جيران يعني هكا على فهمت يعني تسبل هكا، يعني سي ماشي ما بقيناش في كره القدم، دخلنا درك في وهذا نتاسفوا. هذا المدرب الجزائري رابح سهدان، غني عن التعريف، معروف شمال افريقيا، معروف افريقيا، بزاف المغاربه تعتبروا بانه انسان خالوق الله يعمر ليه الدار. هنا الملاحظه اللي عندي انايا هو انه هو كجزائري من حقه يدعم النظام ديالو، يكون النظام ديالو ظالم ولا ما ظالمش من حقه، يعني الدوله ديالو كيشوف بانه من اجل استقرار الجزائر، واخا النظام العسكري كيتبلى على المغرب واخا ينصب نفسه عدوا مجانيا للمغرب، هو بالنسبه ليه خاصو يدعمو كجزائري ويدعم هذاك النظام في الغي ديالو. خايف منهم ما خايفش منهم، هذيك مساله شخصيه انا لا اتدخل فيها، وانا لا الوم اي جزائري كيدعم النظام ديالو ضد المغرب او المغاربه. انا الوم هنايا في هذه القضيه هو انه هاد المدربين الجزائريين وحتى التوانسه كنجيبوهم للفرق ديالنا يدربوا. هاد رابح سعدان كانوا جابوه الرجاء في التسعينات ودرب لهم النادي ديالو، يعني هو فاش كان تيدرب في هذيك اللحظه النادي الرجاوي المغربي، وفاش كان تيلعب في البطوله المغربيه كمدرب، وكنا كنخلصوه من الفوق وكنعطيو تجربه وكنعاونوه وكنشهروه اكثر، كان هو ديك الساعه مقتنع على ان الصحراء الغربيه ليست مغربيه. حيت هذا الكلام اللي قال اليوم في 2024 في هذه القضيه ديال نهضه بركان كيأكد على انه يدعم الطرح الجزائري بان الخارطه المغربيه بين قوسين وهميه. والمشكله هو انه خارطه وهميه درت عليها هذه البلبله كامله. انا كنعرف الخرائط الوهميه لا قيمه لها، يعني مجرد خرابيش وتلوين فقط، يعني وهميه كيف ما كتقولوا. فإلا كانت حقا وهميه علاش درتوا لي هذه الحاله كامله وغتعاقبوا من الفوق ومخرجين هاد المدربين ديال جوج دريال يشكروا فيكم ويدعموكم لانكم وليتوا خايفين من الجماهير ديال الانديه الجزائريه اللي ما غدوش لكم العقوبات ديال الكاف؟ راه كلشي كيتسنى العقوبات ديال الكاف باش يرونا في الجزائر. داكشي علاش من الافضل الانديه المغربيه، وكنتمنى هذا الكلام هذا يتسمع، داكشي علاش من الافضل اليوم انهم ما يتعاقدوا لا مع مدرب جزائري لا مع لاعب جزائري، لانه يقدر يجلس 30 عام وفي الاخر غتسمعوا منه داكشي اللي ما يعجبكمش. ها هو رابح سعدان درب الرجاء في الثمانينات والتسعينات، شحال من عام هو بقى زوين مع المغاربه، ها هو دابا خرج اليوم ها هو تيدعم الصحراء الغربيه وتيدعم البوليزاري. هذا مدرب جزائري اخر سميتو عبد القادر عمراني، حتى هو ما عنديش مشكل انه يدعم النظام ديالو، جزائري يكون كرغولي ما يكونش كرغولي سوقو هذا. ولكن حتى دعبيق هذا كان تيدرب ايضا نادي مغربي في سنه 2020، يعني قبل 4 سنوات كان تيدرب الدفاع الحسني الجديدي، كنا كنعطيو الاورو ولا الدولار وكنا كنشهرو وكيدرب وكياخذ تجربه على ظهرنا. في الاخر ها هو تيدعم، قال لهم كون كنت بلاص الاتحاد الجزائري تا انا ما نلعبش امام الخريطه الوهميه. يعني حتى المدرب فاش كان في المغرب فاش كان تيدرب الدفاع الحسني الجديدي كان مقتنع بان الصحراء الغربيه ماشي مغربيه وباننا حنا مستعمرينهم ومحتلينهم.
داكشي علاش يقول لك بان ديك الخريطه وهمي. انا ما فهمتش علاش هذا الاصرار ديال الانديه المغربيه انهم يتعاقدوا مع مدربين ولا مع لاعبين جزائريين، وهما عارفين وحنا عارفين والجزائريين براسهم عارفين بانهم ما عمرهم غيعترفوا لكم بالخريطه المغربيه وبالوحده الترابيه للمغرب. علاش انا غنعطي الفلوس ديالي لواحد المدرب باش 4 سنوات من بعدا يجي يطعن في الوحده الترابيه ديالي ويدعم بلاده ضد بلادي اللي هي ظلمه؟ والمشكله الكبيره كون غير كانوا تجيبوا لنا الالقاب الافريقيه ولا كيطوروا لنا كره القدم ولا واخا فهاد القضيه هي ما خاصناش نجيبو. دوله تنصب نفسها عدو للمغرب والشعب ديالها كيدعموا هاد المدربين هادو، راه ماشي من طرف المخابرات، هادو مدربين جزائريين مدنيين في الرياضه، هما تيدعموا بلادهم وتعتبروا بان خريطه المغرب وهميه. فعلاش انا غادي نتعاقد معاهم ونعطيهم الاموال ونعطيهم الشهره وياخذوا التجربه على ظهرنا؟ شي هذاك بن الشيخ هذاك اللي بزاف المغاربه كيشكروه، هذاك بن الشيخ اللي درب اتحاد العاصمه ودرب بزاف الفرق في المغرب واللي كنا عطينا 4-0 في مراكش، هذاك براسو عقله عليه، مازال ما خرجش من رونتو، مازال ما شدوش النظام ومازال ما دخلش الجزائر يخدم فيها واحد المده طويله ومازال غادي يخرج ضد المغرب. وتذكروا الكلام ديالي، لا للتعاقد مع اي كرغولي في الرياضه ولا في السياسه ولا في السينما ولا في الاغاني ولا في المهرجانات ولا في اي مجال كيف ما كان، لا للتطبيع مع الجزائر التي تنصب نفسها عدوا للمغرب. نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط. لو وصلت الى هذه المرحله في الفيديو اكيد عجبك المحتوى، فدير لنا لايك اشتراك بارتاج فضلا وليس امرا. السلام عليكم.